بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم اخواني المشاهدين، خوتي البنات، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. اليوم بغيت نقترح لكم الطريقة كيفاش كنفصلوا ونخيطوا دو بياس ديال اللي هما عبارة عن الشورت والنوا ديالو ديال مبرة. بقاو معانا تشوفوا الطريقة كيفاش كنفصلوهم وكنخيطوهم. اول حاجة كنديروها كنجيبو التوب ديالنا هاد المبرة، كنحديوه بيدنا وكنشوفو الجهة اللي حرشه والجهة اللي رطبه. دائما كنشوفو الجهة اللي رطبه هي اللي كنديروها الاتجاه اللي غنفصلو به. انا كنجيبو التوب ديالنا كنطويوه على هيدا على 4 كما كتشوفو. انا بغيت نوري لكم التوب ديال مبرة. هنايا خديت 60 سنتيم ديال التوب ديال الطول ديالو، وهاد التوب هاد المبرة فيه 50 متر ديال العرض. بعد ما قادينا التوب ديالنا كنشوفو كنحادو بيدنا وكنشوفو الاتجاه اللي كيكون رطب هو اللي غنخدموه دائما، حيت ضروري الا درنا الاتجاه اخر كيجي بحال اللي هو مقلوب. هنا خدينا كما كتشوفو، هنا عندي 50 متر ديال الطول ديال التوب. دابا باش يخرج لك مزيان يعني 60 سنتيم ديال التوب غتخرج لي ناوة يعني التوب والشورت ديال المبرة. يمكن لكم تستعملوا التوب الساتان، ولا انا هنا بغيت نستعمل هنا توب المبرة اللي هي موضة لهاد العام. دابا نقلبوا التوب ديالنا على هاد الاتجاه بعد ما عرفنا الاتجاه ديالو اللي غنفصلوا عليه. كنطويوه على 4. هنا نزول عند رغبه بعض الاخوات اللي طلبوا مني نشرح لهم الطريقه ديال التفصيل والخياطه بالتدقيق، يعني ما نسرعش الفيديو. وانا هنا غنوري لهم كيفاش غنفصل ونخيط. هنايا دابا هنا عبرنا 30 سنتيم ديال الطول. هنا الشورت غنعمل فيه 30 سنتيم ديال الطول كما كتشوفوا، كنعبروا 30 سنتيم جميع الاتجاهات يعني 30 سنتيم. كتشوفوا بحال هذا الشكل هذا. ونقطعوا التوب ديالنا ونقطعوا التوب اللي غنعدلوا به الشورت. ما كتشوفوا الاتجاه، نشوفوا الاتجاه اللي رطب هو اللي غنخدموا عليه. هاد المساله ضروريه باش ما يجيناش شي توب كيبان فيه جوج الالوان الا ما درنا لهش الاتجاه اللي رطب. كنجيبوا السنتيم ديالنا وكنعبروا شحال غنديروا فيه العرض في هاد السروال ولا الشورت. ضروري ما نعبروا كنعبروا 4 سنتيم من تحت وكندخلوا في الوسط. نحاول نقرب لكم. كنجيو لدورة النص كنقسموها على 4. انا كعبرت هنا دورة النص وقسمتها على 4. غنعمل 27 سنتيم ومن تحت كنعبروا 4 سنتيم وكندخلوا دائري على هذا الشكل. هنا كندخلوا 8 سنتيم وكنطلعوا معها وكنجيبوا على شكل دائري، كنقوسو على شكل دائري. من تحت كنعبرو 4 سنتيم وكنقطعو على هذا الشكل. ما كتشوفوا الجهة هذه اللي كتجي من تحت، كنعبرو 4 سنتيم وكنقطعوها باش كيجي لنا الشورت ديالنا مقوس ما كيجيش عادي. وكنقطعوها على هذا الشكل
كنقادو التوب ديالنا من جميع الاتجاهات. غنقطو هاد الجهة، هنايا يمكن لكم تعملوا لي باري. وكنقادو مزيان، هنايا كنقطعو، كندخلو بربعة السنتيم وكنقطعو على هذا الشكل. بعد ما قاددناه دابا هنا عندنا جوج الاتجاهات قد بعضياتهم، حنا هنا غنحاولو نعدلو، نقصوا منه واحد شوية باش نديرو داك الجهة طالعة وجهة هابطة بهذا الشكل. كما كتشوفوا نحاولوا نفتحوا بحال هيدا، كناخدو غير واحد الاتجاه. دابا هما الاتجاهات بجوج بيهم قد بعضياتهم، هنا غناخدو واحد الجهة وندخلو فيها بحال هيدا باش كتجينا جهة كبيرة اللي غتجي من جهة الظهر، والجهة اللي الأمام غتجي قصيصرة. دابا هنا ندخلو بربعة السنتيم ونقطعو من جهة النص، تبعو معايا مزيان. من هنا غنقطعو ربعة ديال السنتيم، هذه هي الجهة اللي غتجي من جهة ديال الظهر. دابا كتشوفوا جهة كبيرة جهة صغيرة، ملي غنلاقوها بحال هيدا كتجي هاد الجهة هابطة بحال هيدا، يعني الجهة اللي كتجي للأمام. بعد ما ساليناهم غندوزو نديرو ليهم السورجي، نلاقيوهم غنحاولو ندوزو للسورجي والريكتا من هاد الجهة، من هنا السورجي والريكتا، ومن هاد الجهة السورجي والريكتا، وهاد الجهة حتى هي غندوزو للسورجي باش نديرو عليها الدانتيل من هاد الجهة. هادي كاملة ندوزوها بالسورجي وكنجيو للنص، هاد الجهة حتى هي غندوزوها من هنا. بعد ما دوزنا لهم السورجي والريكتا خيطناهم كما كتشوفوهم على هذا الشكل هذا، دابا غندوزو نديرو ليهم بما خيطناه من هنا، خيطنا من هذه الجهة بالريكتا والسورجي ودوزنا للسورجي من تحت كاملة كما كتشوفو، دوزنا للسورجي من فوق الجهة اللي كتجي في النص بلاصة اللي غنديرو ليها الجبادة. دابا حنا غنلاقيو هيدا، غتشوفو هما ماشي قد قد، يعني كاين الجهة هابطة وجهة طالعة كما كتشوفو، يعني هي هادي. غندويلو لهم الدانتيل من هنا، نحاولو ندوزو عليها كامل الدانتيل على هذا الشكل. كما كتشوفوا غنخيطوهم على هاد بهاد الطريقه هادي، كنحطو الدانتيل فوق مع الجنب ديال السورجي وكنخيطو، يعني ما كنجبدوش التوب ديال الشورت حيت هو كيتيري كيتجبد، ما نجبدوهش، غير كننزلوه وكنحطو عليه الريطة وكنخيطو من جميع من جوج ديال الاتجاهات من هنا ومن هنايا. كما كتشوفوا دورو على كامل الدانتيل بحال هيدا، وكنجيو نديرو الجبادة ولا اللاستيك
كنعبروا بحال هيدا، يعني دائما كنعبروها ناقصة على الشورت بحال الطريقة هادي، يعني كنخليو واحد المسافة حتى كنديرو باش كتجمعنا بحال هيدا، يعني باش ملي كنديرو الدانت كنديرو اللاستيك كيتجمع. دابا ندوزو نخيطوهم مع بعضياتنا. هنايا كنحطو الابره حدا السورجي، كتشوفوا كيفاش كنخيطوهم، يعني ها السورجي كيبان ليكم. كنجيبو الدانتيل كنشوفو الوجه ديالها هو اللي كيكون على برا، وكنبداو نخيطو، يعني كنحطوها من فوق التوب وكنخيطوها مع التوب ديال المبرة. كيتجبد كيتيري، حاولوا ما نجبدوهش، كنزلو عليه الطنطيل كما كتشوفوا بحال هيدا باش ما تجيناش مكمشه على هذا الشكل. كنمشيو معاها غير بشويه باش ما تخطرناش وباش ما نجبدوش التوب. انا كنحاول نمشي الماكينه غير بشويه باش الاخوات اللي طلبوها مني يفهموا مزيان. انتما تشوفوا التوب كتيري، كنزلوا عليه الطنطيل، يعني ما كنجبدوش التوب. دابا سالينا هذا الاتجاه، قرجعوا الاتجاه الثاني بنفس الطريقه، كنحطو الدانتيل فوق التوب. كتشوفو التوب كيفاش كتير، الا نمشي نجبدوه ما غاديش المنظر ديالو مزيان. نتوما كتشوفو، تبعوا معايا، نتمنى تكونوا فهمتوا الطريقة. بعد ما ساليناهم كنلاقيو هاد الجهة، كنجيبو الوسط نيشان هيدا، يعني كنحاولو نشوفو الرضا فوق الرضا والتوب فوق التوب، يعني يجيو هذا قد هذا، ما تجيش جهة طالعة جهة هابطة، يجيو قد بعضياتهم. كنخيطو بالريكتا ومن بعد نعاودو لابس السورجي، دايما كنتأكدو بلي الدانتيل وحدة فوق وحدة باش ما تجيش جهة طالعة جهة فايتة أخرى، يعني يجيو مقادين مع بعضياتهم. بعد ما سليناها بعد ما سليناهم كندوزو دابا نديرو لاستيك على النص، كما كتشوفو جهة طالعة جهة هابطة. دابا غندوزو نعملو اللاستيك، يعني الجبادة اللي كتجي على النص اللي كتجمع لينا الشورت ديالنا بهاد الطريقة. كنجيبو اللاستيك ديالنا اللي كنا عبرناه، كنخيطو على جوج بالماكينة بالريكتا، نخيطوه مزيان، كنعملو لو بونداري. ضروري نكون داري باش ما يتفسخلنا شي لاستيك. هنايا اللاستيك باش يجينا مقاد، باش يجينا ما تجيناش عاود ملي غنديروا اللاستيك كتجينا جهه فيها اللاستيك وجهه ما فيهاش، يعني كناخدوه كنعبروا بحال هيدا، يعني كنجيبوا النص
كنجبروه يجي هنا مع هاد الخياطة، والنص ديال اللاستيك كيجي مع الخياطة اخرى، باش كتجي الجبادة متساوية، ماشي على الشورت كامل، ماشي جهة فيها لاستيك وجهة ما فيهاش. كنحاول نشبرو هاد الجهة، نخيطوها كنقادو، كنشدو هذاك الجهة التانية مع الطرف الآخر ديال الشورت، الجهة اللي فيها السورجي تما، كنشبروها باش كتجينا مقادة قد قد. كنخيطو حنا، كنجبدو اللاستيك والتوب مع بعضياتهم باش كيجيو قد قد. كنخيطو حنا كنقادو باش ما كتجيناش جهة فايتة يا اخرى، جهة الاولى فايتة التانية، يعني يجيو مقادين. ماشي تا كنساليوها، كنجبرو جهة مخيطة فيها اللاستيك مجموع وجهة فيها اللاستيك مسرح، يعني خاصها تجي هايدا مشة كاملة مخيطة. كنجبدو وكنقادو باش نشوفو فين وصلنا، وكنقادو مزيان باش ما تجيش شي جهة فايتة يا اخرى. تا كنساليو الشورت ديالنا كيما كتشوف. بعد ما ساليناها دابا غنقلبوها على جوج مرات، يعني غنقلبو داك اللاستيك لداخل، وكنثبتو ليبرا في الوسط، كنبداو من الاول السورجي وكنجبدو، كنحاولو نجبدو التوب هيدا ونسرحو باش ما تجيناش مخنشه ومكمشه. دايما كنجبدو بحال هيدا وحنا ماشيين معاها تنساليوها. بعد ما سالينا الشورت ديالنا، كنشوفو الجهة الأمامية اللي هو ده، هي اللي كنديرو فيها اللاصو، يعني هاديك اللي كنديرو فيها اللاصو هي هادي. دائما قبل ما نديرو اللاصو كنثبتو ليبرا، هي الأولى كندخلو ليبرا تدخل لداخل، قبل ما نديرو اللاصو ضروري ما ندخلو ليبرا تجي في وسط التوب، تدخل مزيان باش كتحدد، كتبقى تخلي كتمنع أن اللاصو يمشي لهيه، يعني يزيد يخرج على التوب، وكتشبر لينا اللاصو ولا السينتا ديالنا باش كتنشكلو الوردة اللي بغينا. كنخيطو واحد شوية وكنقدوه وكنديرو بوان داري، احنا سالينا الشورت ديالنا.
تمثلي في الصالة وخياطة الشورت، تبعوا معايا الفيديو المقبل إن شاء الله غنشرح لكم فيه طريقة تفصيل وخياطة التوب ديال هاد الشورت هذا. كنتمنى تكون عجبتكم هاد الطريقة ديال التفصيل والخياطة، ويعني فهمتوا كيفاش تفصلوا تخيطوا راسكم ملابس النوم. هذا هو الشكل النهائي ديالو. كنتمنى تكون عجبتكم الطريقة، واشتركوا في القناة ديالي ودعمونا باللايك. شكرا على المتابعة، وإلى الفرصة المقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله.